بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض الفصل الثالث من الجزء الأول من قصة الأيام. هنبدأ بالكلام على مكانة الصبي بين أسرته. طه حسين كان هو الابن السابع من 13 ابن، وكان بيشعر في وسط العدد الكبير ده من الإخوات بأنه ليه مكانة خاصة ومعاملة مميزة عند أبوه وأمه. كان طه حسين بيحس بالرحمة والرأفة من أمه، وكان بيحس باللين والرفق من ناحية أبوه، وكان بيحس من إخواته بشيء من الاحتياط والحذر في كلامهم معاه ومعاملتهم ليه. لكن بجانب الرحمة والرأفة اللي كان بيحسها من أمه، كان برضو بيحس منها بشيء من الإهمال والغلظة في بعض الأحيان. كذلك كان بيحس برضو بالإهمال من أبوه، وكان احتياط اخواته في معاملتهم ليه بيحسسه بالاذى النفسي، لانه كان بيشعر بالاشفاق اللي بيختلط بشيء من الاحتقار. اما لو اتكلمنا عن اكتشاف الصبي لسبب المعاملة دي، هنلاقي ان معداش وقت طويل الا وعرف طه حسين ايه سبب المعاملة دي، وقدر يحس ان غيره من الناس ليه فضل كبير عليه، فلقى ان اخواته وبقية الناس غيره بيقدروا يعملوا اللي هو ما بيقدرش يعمله، وبيقوموا باللي هو ما يقدرش يقوم بيه، وحس ان امه بتأذن لاخواته باللي ما تقدرش تأذن ليه بيه، وكان ده بطبيعة الحال بيخليه يشعر بحالة من الغضب. غضب الصبي اتحول الى حزن صامت وعميق، لانه سمع اخواته بيوصفوا حاجات هو ما يعرفش عنها حاجة، فعرف ان هم قادرين يشوفوا اللي هو مش قادر يشوفه. وبكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الفصل. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.